إذا كان الثمن تاع الغاز بيتان تاخذ المواطن ب40 درهم، تاخذ القارورة تاع الغاز بيتان ب40، لأن الدولة اليوم في كل لقرعة تتخلص 116 درهم. هاد الإشكالات كلها غادي تخلي النفقات نتاع المقاصة ترتفع بأكثر من 15 مليار درهم خلال هاد السنة، باش تفوق 32 مليار درهم. ونتمنى صادقين الله سبحانه وتعالى أن الأوضاع تبقى مستقرة وتتحسن في المستقبل القريب، لأن الغيب ما تعلم به إلا الله.